طيب إذا بهذا الشكل هذا قدرنا نبين بأن تعبير التوتر المضمن في الوسع يو ام بدلالة الزمن يساوي دونك هذه الخانة سميناها أ عامل هذا التعبير هذا سميناه ام في الكوسينوس دو بي فوا اف اس في تي زائد واحد مضروب في الكوسينوس ديال دو بي فوا اف بي في الزمن تي. مزيان، دونك هنا عندي الكوسينوس ديال دو بي فوا اف بي في تي عندي هذا التعبير هذا. اذا التعبير اللي بقى فهو يمثل الوسع ديال هذا التوتر. اذا وسع التوتر المضمن دونك هو هذا التعبير هذا، والوسع حنا كنرمزو ليه بهكدا تنكتبو U ماجيسكول كندير M، فهو يساوي A عامل لـ M فوا كوسينوس ديال دو بي فوا اف اس في تي زائد واحد. وبما أنك لاحظوا التعبير فيه الزمن تي، إذا فهذا الوسع هذا هو وسع مرتبط بالزمن تي. طيب غادي نرجع معكم إلى المنحنى باش نناقش معكم هذه المسائل هذه، ولكن فقط غادي نشير واحد المسألة. هذاك العدد ام اللي حنا لقيناه يساوي يو اس ماكس على يو زيرو، يو اس ماكس هو الوسع ديال التوتر المضمن يعني الإشارة اللي بغينا نرسلوها، وهذا يو زيرو هو القيمة ديال داك التوتر الثابت اللي ضفناه. هذا العدد هذا يسمى نسبة التضمين، وهذه نسبة التضمين حنا غنعاود نرجعو ليها ونتكلمو عليها، ومن خلالها غادي نقدرو نعرفو واش عندنا تضمين جيد أو تضمين غير جيد. على كل حال نخليو هذه بين قوسين ونرجعو ليها. اللي بغينا نرجع ليه الآن هو المنحنى اللي غادي نحصلو عليه ديال التوتر المضمن في الوسع. إذا هنا غادي نمثل أو إم بدلالة الزمن تي، غادي نرسم بشكل تقريبا مهم واخا ما يكونش مضبوط. على كل حال اذا لاحظوا كي غيكون عندنا دونك بحكم ان التردد ديالو كبير غيكون عندنا تذبذبات من هذا بهذا الشكل تقاربين، دونك تقريبا غادي يكون بهذا الشكل كما كتشوفوا. اذا هذا اللي باللون الاسود يمثل هو التوتر يو ام، يعني التوتر المضمن في الوسع. الوسع ديال هذا التوتر هذا كتلاحظوا بحال دابا في هذه اللحظه تي زيرو كيساوي واحد القيمه اللي هي قيمه قصويه، والوسع دائما كنسميه يو ام. صافي، في هذه اللحظه هذه كياخذ قيمه اقل منها وهنا اقل منها، كتلاحظوا الوسع غادي وكينقص خلال الزمن، ثم انطلاقا من هذه اللحظه عاوتاني الوسع تبقى غادي وتكبر. اذا كتلاحظوا الوسع ديال هذا التوتر هو وسع غير ثابت يتغير خلال الزمن، فهذاك التغير ديالو خلال الزمن كتكون عنده واحد القيمه قصويه كنسميوها يو ام ماكس. صافي هي القيمه، واقل قيمه ممكن ياخذها اللي درنا الاسقاط ديال هذه النقطه مثلا جاتنا هنا هذا كنسميه يو ام مينيموم يعني. طيب انطلاقا دابا من هذه القيمتين، القيمه القصوي للوسع والقيمه الدنوي للوسع، غادي نطرق الان الى نسبه التضمين ونشوفوا التعبير ديالها. ولما نشوفوا التعبير ديالها ونخدموا به انطلاقا من هذا الشيء اللي شفنا في المنحنى، غادي نحاولوا نبرهنوا على هذه العلاقه هذه اللي طلبوها لينا في التمارين. اذا نسبه التضمين، العلاقة اللي عندنا حنا في الدرس هي كالتالي. دونك نعرف نسبة التضمين، نسبة التضمين بالمعامل ام، حيث ام يساوي، وغادي نكتبو التعبير عندنا يو ام ماكس يعني الوسع القصوي ناقص الوسع الدنوي على الوسع القصوي، لكن هذه المره غتكون زائد الوسع الدنوي. تنتكلم على الوسع القصوي والوسع الدنوي، راه قلتها ونعاود ناكد عليها، كنهضر على الوسع ديال التوتر المضمن. مزيان، دابا انطلاقا من هذه العلاقه هذه غادي نخدموا بها بجوج ديال الطرق. كاين طريقه هو اني غنخدم بها بشكل مباشر وغندير تطبيق عددي باش نحسب هاد النسبة ديال التضمين، وكاين طريقة أخرى هو غادي نخدم بواحد العلاقة أنا غنناقشها معكم الآن
ومن خلالها غادي نبين بأن نسبة التضمين ام في الأخير غتساوي ليا يو اس ماكس على يو زيرو. ناقش معكم دابا الطريقة الأولى. الطريقة الأولى كتعتمد على المبيان، يعني شوفوا معايا إلى رجعنا للمبيان السابق نرجعوا ليه. في هذا المنحنى مثلا لقيتهم عاطينك تدريجات، مثلا هنا عندك 5 هنا بالفولت صافي 5 فولت، وهنا مثلا عندك 2 فولت، معناه يو ام ماكس غتجبدها مبيانيا هي 5، يو ام مين غتجبدها مبيانيا هي 2، وغادي ترجع تعوض يعني بكل بساطة. يعني إلا درنا هذه القضية مثلا في هذا المثال غتجينا نسبة التضمين ام كتساوي 5 ناقص 2، ولتحت غتكون 5 زائد 2 اللي هي غادي نحسبوها غتعطينا ام تساوي 3/7، وكتلاحظ من طبيعة الحال فهي بدون وحدة. الطريقة الثانية هو غيقول لك مثلا بين ان نسبة التضمين تساوي هذه القيمة، هذه عندك في الدرس دونك تقدر تبدا بها دائما تكتبها. اذا انا غنرجع معكم نبين ان ام تساوي يو اس ماكس على يو زيرو. دونك لدينا العلاقة اللي عندنا في الدرس غادي نبدا بها ام تساوي يو ام ماكس ناقص يو ام مين على يو ام ماكس زائد يو ام مين. دابا خصنا نحدد التعبير ديال هاد يو ام ماكس، ونحدد التعبير ديال هاد يو ام مين، ونعوضهم هنا باش نوصل في الاخير الى هاد النتيجة. اذا شنو خصني ندير الان؟ غادي نرجع الى التعبير الزمني ديال الوسع يو ام اللي كنا لقيناه سابقا، وما كنهضرش على هذاك اللي كتبناه فيه ا عامل لي ام في الكوسينوس ديال جوج بي اف اس في تي زائد 1. هذا كنا لقينا واحد التعبير قبل منه وشدينا واحد التعبير عوضناه ب ا، واحد التعبير عوضناه ب تي، مع حصلنا على هذا. انا ما كنهضرش دابا على هذا، غنرجع للتعبير اللي كان قبل منه اللي هو كنا لقيناه فيه ك في او بي ماكس في يو زيرو كنا تعملنا، المهم عندنا هكذا عامل لي يو اس ماكس في الكوسينوس ديال جوج بي فوا اف اس في تي زائد يو زيرو. الى عقلتو هذا هو التعبير اللي كان عندنا قبل. مزيان، دابا انطلاقا من هذا التعبير الزمني ديال هذا التوتر يو ام خصني نحدد ليه القيمه القصوي ديالو والقيمه الدنوي ديالو انطلاقا من هنا. بما ان عندي هنا الكوسينوس غادي نقول نعلم ان طبيعه الحال في الرياضيات كنعرفوا واحد القضيه انه لكل اكس من اغ كوسينوس ديال اكس تيكون محصور بين ناقص 1 و 1. اذا هنا لكل لحظه تي غادي يكون عندي الكوسينوس ديال هذا التعبير للوسط ديال جوج بي فوا اف اس في تي محصور بين ناقص 1 و 1. شنو غادي ندير الان؟ غادي نضرب في هاد يو اس ماكس، وغادي نزيد يو زيرو، وغادي نضرب كلشي في هاد الشيء هذا باش نبقى غادي حتى ناثر التعبير ديال يو ام دو تي. ناثر بين قيمتين، القيمه اللي غتكون هنا راه هي القيمه الدنيا هي يو ام مين، والقيمه اللي غتكون الفوق هي القيمه القصويه اللي هي يو ام ماكس، وغادي نلقاهم ونمشي نحسب ديك الساعه التعبير اللي باغي نوصل ليه. طيب اذا عندي هاد الشيء هذا غادي نضرب في يو اس ماكس في الطرفين، يعني غتولي عندي يو اس ماكس في الكوسينوس ديال جوج بي فوا اف اس تي محصورة بين يو اس ماكس في ناقص 1 هي ناقص يو اس ماكس، وهنا يو اس ماكس في 1 هي يو اس ماكس. ثم من بعد غادي نضيف يو زيرو لجميع الاطراف ديال المتفاوتة، اذا هنا غندير زائد يو زيرو، هنا زائد يو زيرو، وهنا زائد يو زيرو، تبقى نفس الترتيب. دابا كتلاحظوا معايا راني اثرت هذا الشيء هذا اللي بين معقوفتين هو هذا كامل. شنو بقى خاصني ندير دابا؟ خصني نضرب الطرفين في هذا العدد اللي هو ك في او بي ماكس. دونك غتولي عندي بالشكل التالي، اذا عندي ك في او بي ماكس عامل، نبدا بهذا اللي فيه الزائد، اذا او زيرو ناقص او اس ماكس. هنا غادي نضرب ك في او بي ماكس في هذا الشيء اللي كاين، يعني غتولي مضروبه في او اس ماكس. هنا ندير معقوفات هكذا حتى نضرب في هذا التعبير كامل، الكوسينوس ديال جوج بي اف اس في تي زائد يو زيرو. وهنا نفس القضية، إذا عندي ك فوا
يو بي ماكس عامل نبدا ب يو زيرو زائد يو اس ماكس بحال بحال باش ما بديت نطلع بحال بحال بحال. انا غير درتها باش يبقى عندي تشابه مع الكتابه. طيب اذا هذا الشيء اللي عندي هنا راه هو هاد يو ام دو تي. اذا شنو لقينا دابا؟ لقينا بان يو ام دو تي محصور بين هاد جوج القيم، يعني ك يو بي ماكس عامل لي يو زيرو ناقص يو اس ماكس، وكاف يو بي ماكس عامل لي يو زيرو زائد يو اس ماكس. اذا القيمه القصويه يعني يو ام ماكس غتكون كتساوي لنا هذا التعبير اللي في هذه الجهه هذه، يعني ك فوا يو بي ماكس عامل لي يو زيرو زائد يو اس ماكس. يو ام مين غتكون كتساوي لنا هذه القيمه اللي هنا، اذا ك فوا يو بي ماكس عامل لي يو زيرو ناقص يو اس ماكس. مزيان، غادي نمشيو نعوضوهم دابا في هذا التعبير ديال ام. اذا لاحظوا معنا غادي نمشيو الى الصفحه الاخرى. اذا ام تساوي نكتبوا التعبير عندنا هنا يو ام ماكس ناقص يو ام مين على يو ام ماكس زائد يو ام مين تساوي. دونك لقينا هذه هي ك فوا يو بي ماكس عامل لي يو زيرو زائد يو اس ماكس، ثم عندنا ناقص والاخرى لقيناها هي ك فوا يو بي ماكس، لكن هذه المره عندنا يو زيرو ناقص يو اس ماكس. وفي الاسفل نفس التعبير غير عوض الناقص تكون زائد. اذا عندنا ك فوا يو بي ماكس عامل لي يو زيرو زائد يو اس ماكس زائد ك فوا يو بي ماكس عامل لي يو زيرو ناقص يو اس ماكس. طيب شنو غادي ندير الان؟ غادي نعمل بهذا كاف يو بي ماكس، يعني هذا التعبير هذا في البسط ما بين هنا وهو نفسه غادي نعملو به في المقام وغادي يتم الاختزال ديالو. اذا لاحظوا لما نعمل غتعطيني كاف و يو بي ماكس عامل، هنا غتبقى لي يو زيرو زائد يو اس ماكس ناقص هادشي هذا، وهادشي لما نحيد ليه القوسين غادي نشر ناقص، اذا غتبقى ناقص يو زيرو ناقص ناقص هي زائد يو اس ماكس. الاسفل نفس الشيء، عندي كاف يو بي ماكس عامل يو زيرو زائد يو اس ماكس، غير هي دابا هنا عندي زائد يو زيرو ناقص يو اس ماكس. نختزل هذا مع هذا ثم نبسط الامور اللي عندي تما. اذا لاحظوا معايا يو زيرو ناقص يو زيرو يتم اختزالها، يو اس ماكس زائد يو اس ماكس هي جوج يو اس ماكس، وهنا في الاسفل عندي هذه مع هذه غتختزل وكتبقى لي جوج يو زيرو. اذا نستنتج بان نسبه التضمين ام لما نختزل جوج مع جوج غتبقى لي هي يو اس ماكس على يو زيرو، وبهذا الشكل تنكونوا برهنا على العلاقه هذه. والا طلبوا مني من موراها ندير تطبيق عددي بطبيعه الحال غادي نحاول نحدد قيمه يو اس ماكس قيمه يو زيرو، اما انطلاقا من المعطيات اللي غيعطوني بشكل مباشر او لا الى عطوني منحنى اللي فيه تغيرات الاشاره المضمنه يعني يو اس، غادي نحدد الوسع ديالها يعني القيمه القصوى ديالها راهي يو اس ماكس، ونشوف كيفاش نحدد يو زيرو انطلاقا من المعطيات، وبالتالي غادي نقدر ندير التطبيق العددي ونحسب نسبه التضمين. مزيان، دابا هذه نسبه التضمين اللي حنا تعرفنا عليها كما قلت لكم قبيله راه عندها واحد الفائده مهمه، من خلالها الى لقيت بان ام اصغر قطعه من واحد فهذا يعني اننا نحصل على تضمين جيد، اما الى لقينا ام اكبر من او يساوي واحد معناه اننا كنحصلوا على تضمين غير جيد. وباش تفهموا علاش هذه القضيه هذه، في البدايه ديال الفيديو الاول كنت قلت لكم هذاك التوتر يو اس في البدايه فاش تيكون هكذا، قلت لكم اول حاجه كنحاولوا نديروا ليه هي ماذا، هي كنحاولوا نطلعوه فوق محور الافاصيل، وباش نطلعوه فوق محور الافاصيل قلنا اننا كنزيدوا عليه واحد التوتر يو زيرو، وناقشت معكم واحد الشرط باش نضمن بان المنحنى كامل غيطلع لي فوق محور الافاصيل، قلت لكم خاص القيمه ديال يو زيرو تكون اكبر من هذه المسافه هذه صافي، وهذه المسافه اش كتساوي حيت هذه المسافه اللي هنا لتحت راه هي هذه المسافه هذه كقيمه موجبه يعني،
وهذه المسافة هذه الارتفاع راه هو اللي كيعطيني التوتر القصوي ديال يو اس، يعني الوسع ديالو، يعني يو اس ماكس. الى تحقق لي هذا الشرط هذا في البداية كنضمن بان عندي تضمين جيد. وإذا كانت يو زيرو اكبر قطعة من يو اس ماكس، شوفوا معايا هنا، الى قسمنا على يو زيرو، حيت هنا عندي هذه مقسومة على يو زيرو، الى قسمنا غتجيني هكذا، غتجيني يو اس ماكس مقسومة على يو زيرو، الى قريناها من هنا اصغر قطعة من واحد، وهذه راه هي نسبة التضمين ام. اذا خصني نبقى نشوف هذا ام، اذا كان صغر من واحد فراه عندي تضمين جيد، اذا كانت اكبر من يساوي واحد فعندي تضمين غير جيد. طيب اذا غادي نمر الان الى مناقشة هذا جودة التضمين، وخصنا نتعرفوا الان على متى يكون التضمين ذو جودة جيدة ومتى يكون التضمين ذو جودة غير جيدة، ونتعرفوا على كيفاش كيكون المنحنى في كل حالة من هذه الحالتين. انا اختاريت نرسم لكم هذا الشيء ونكتب يعني المعطيات الاساسيه باش نختصر شويه في الوقت، لان هذه الفقره كتطلب شويه ديال الرسومات باش ما نبقاش كل مره نرسم. فانا كتبت هذه المسائل هذو غنناقش معكم الان بهذا الشكل. طيب غادي نناقشوا جوده التضمين في حالتين، غادي نناقشوا في نظام الكسح، ثم غادي نناقشوا في نظام اكس ايغريك. هذا نظام الكسح والنظام اكس ايغريك هذو النظامين كنشغلوا عليهم هذاك الرسم التذبذب. الا شغلنا رسم التذبذب في نظام الكسح، في الحاله الاولى كتلاحظوا تيكون عندنا توتر يو ام اللي هو التوتر المضمن، الشكل ديالو هو هذا، صافي هو اللي بالاسود. اما هذا اللي باللون الاحمر هو الغلاف ديال التوتر المضمن. وكنلاحظوا بان الغلاف كتلاحظوا بانه عنده نفس تغيرات ديال التوتر او الاشاره اللي بغينا نرسلوها اللي هي الاشاره يو اس. يعني الاشاره يو اس كتكون دايره هكذا كما ناقشنا سابقا. اذا لاحظوا هذا اللي بالاحمر عنده نفس التغيرات ديال هاد يو اس، يعني في هذه الحاله كنلاحظوا بان فعلا هذا التوتر المضمن اذا تبعنا تغيرات الوسع ديالو كنلاحظوا بانه كيعطيني نفس التغيرات ديال يو اس. اذا عمليه التضمين هي عمليه ناجحه في هذه الحاله هذه، وبالتالي نقول بان التضمين في هذه الحاله ذو جوده جيده. اذا غتعقلوا على هذا المنحنى هذا، طبعا الحاله اللي لقيناه معناه ان عندنا تضمين جيد. طيب ما هي الشروط اللي خلاتنا نحصلوا على هذا التضمين الجيد؟ الشروط بطبيعه الحال كما ناقشنا قبيله هو ان هذا المنحنى ديال يو اس قدرنا نطلعوه كامل نحو او فوق محور الافاصيل، داكشي علاش جاني المنحنى بهذا الشكل هذا، صافي مزيان. دونك في هذه الحاله هذه نقول بانه تكون جوده التضمين جيده متى؟ عند الرفع من قيمة U0، يعني U0 خصها تكون كبيرة بما فيه الكفاية بحيث يصبح لي هذا المنحنى فوق محور الأفاصيل. يعني إما نكبر قيمة U0 باش تفوت لي US max أو أنني نصغر قيمة US max. إذا قلنا بأنه تكون جودة التضمين جيدة عند الرفع من قيمة U0 أو خفض قيمة US max بحيث تتحقق لي هذا الشرط هذا، يكون U0 أكبر قطعة من US max. في هذه الحالة تكون نسبة التضمين اللي هي الخارج ديال يو اس ماكس على يو اس على يو زيرو كتكون كتعطيني عدد أصغر قطعة من واحد، وهذا الشيء راه تكلمنا عليه قبيلة. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هو أنه تكون جودة التضمين غير جيدة إذا وقع لي العكس، يعني إذا كانت يو زيرو صغيرة يعني ما فايتاش لينا يو اس ماكس، يعني إما عند خفض قيمة يو زيرو أو رفع قيمة يو اس ماكس بحيث يكون يو زيرو صغر من يو اس ماكس. وفي هذه الحالة تكون نسبة التضمين ام، لاحظوا معايا هنا في هذا الشرط هذا، إلى قسمت هنا على يو زيرو غادي يولي عندي هكذا يو اس ماكس على يو زيرو، والرمز عندي هنا هو أكبر، وهنا غيبقى لي واحد، وهذه هي نسبة التضمين. إذا غتجيني نسبة التضمين في هذه الحالة أكبر من واحد. كيفاش كيكون المنحنى اللي كنحصلوا عليه في هذه الحالة هذه؟ غادي نشوفوه في هذه الصفحة هذه. إذا شوفوا معنا الفوق غادي تشوفوا معايا هذا اللي بالاحمر كتشوفوا يعني اللي هو كتلاحظوا فيه نفس التغيرات ديال يو اس، غير هو في هذه المره هذه ما طالعش لينا كامل فوق محور الافاصيل. كتلاحظوا ابتداء من هنا، يعني ابتداء من هذا الموضع هذا، اصبح عندي توتر تحت محور الافاصيل. شنو السبب اللي خلاني التوتر يو اس ما طلعش فوق محور الافاصيل؟ السبب هو اننا ما عطيناش توتر يو زيرو اكبر من يو اس ماكس. هذه القضيه ما تحققتش، وانما كان العكس، عطينا يو زيرو اللي عطينا كانت اصغر من يو اس ماكس، وبالتالي توتر يو اس
جزء منه باقي ليا تحت محور الافاصيل. ولما كنديروا هذه العمليه ديال التضمين، فهاد او ماكس كيكون عنده تذبذبات بهذا الشكل. وبالتالي لاحظوا معايا، غادي نرسم لكم التوتر او اس هنا، نحاول ما يمكن نختصر. لاحظوا معايا او اس داير هكذا، ولما نجيو نشوفوا دابا الغلاف ديال التوتر او ام، الغلاف هو ديك الطبقه اللي غتكون هكذا الفوق. صافي، شوفوا معايا الغلاف كيفاش داير. دابا هنا نبقاو هابطين، وهنا هنا المهم حنا ديما غنبقاو تابعين القيم القصوى ديال هاد التوتر، يعني غنطلع هكذا دابا. صافي، الغلاف هو هاد الطبقه اللي كاينه الفوق. لاحظوا معايا هاد الغلاف اللي رسمته انا دابا الان بالازرق، واش عنده نفس التغيرات ديال هاد التوتر يو اس؟ بطبيعة الحال ما عندوش نفس التغيرات، اذا عمليه التضمين هنا عمليه غير ناجحه، وبالتالي نقول بان هذا التضمين غير جيد. شنو هو السبب؟ السبب هو انه كان عندي التوتر يو زيرو اصغر من يو اس ماكس، وبالتالي ما قدرناش نطلعوا هذاك كامل فوق محور الافاصيل. اذا تعرفنا الان على تاثير التوترين يو زيرو و يو اس ماكس على جوده التضمين، والامور راه واضحه جدا، وتعرفنا حتى على الشكل ديال المنحنيات كيفاش كيكون باش كنعرفوا واش التضمين جيد او لا التضمين غير جيد. طيب، بقات واحد الملاحظه، هو ان هذه الحاله اللي حصلنا عليها الان تسمى حاله فوق التضمين، وهذه الحاله هذه كنحصلوا عليها بطبيعه الحال حسب هذا الشيء اللي قلنا الان، تحدث اما عند الرفع من يو اس ماكس او خفض يو زيرو، وهذا الشيء اللي قلناه الان نيت غير انا قلتها باش نذكر لكم هذا المصطلح ديال حاله فوق التضمين. مزيان، اذا هذا الشيء اللي ناقشنا الان هذا في الحاله ديال النظام الكسحي، يعني تشغيل راسم تذبذب في نظام الكسح. دابا الى استعملنا راسم تذبذب في النظام اكس ايغريك ومعاينه التوتر يو اس 2 تي زائد يو زيرو مجموع ديالهم في المدخل اكس، ومعاينه التوتر يو ام يعني التوتر المضمن في المدخل ايغريك، في هذه الحاله هذه كنلقاو عاوتاني جوج ديال الحالات. كيكون التضمين جيد، يعني يعني كيكون يو زيرو اكبر من يو اس ماكس عندما تكون الاشاره المحصله لها شكل شبه منحرف. يعني في هذا النظام اكس ايغريك الى عطاني المنحنى على شكل شبه منحرف كما كتشوفوا الان، فهذا معناه ان عندنا تضمين بجوده جيده. ومتى يتحقق هذا المنحنى هذه؟ عندما تكون يو زيرو اكبر من يو اس ماكس، اللي هو الشرط ديال الحصول على تضمين جيد، واللي هو غيعطيني نسبه التضمين ام اللي هي كتساوي يو اس ماكس على يو زيرو غتكون اصغر قطعه من واحد. طيب، باش تعقلوا على هذه غادي نرجع معكم للمنحنى اللي كان فيه تضمين جيد في النظام ديال الكسح. هذاك الشيء ماشي به منحرف اللي حصلنا عليه، راه في الحقيقه بحال خدينا هذا الجزء هذا من المنحنى. شوفوا معايا، خدينا هذا الجزء هذا المقطع هذا. صافي، كتلاحظوا كيعطيني شبه منحرف، يعني في نظام الكسح تعطيني منحنى بهذا الشكل، وفي النظام اكس ايغريك بحال تاخذ منه هذا المقطع وتعطيني على شكل شبه منحرف، بمعنى هاد الشكلين بجوجهم تيكونوا عندي في حاله تضمين جيد. مزيان، نشوفوا الحاله الثانيه. الحاله الثانيه يعني في حاله التضمين غير الجيد، يعني فاش كتكون يو زيرو اصغر من يو اس ماكس، تكون الاشاره المحصله يعني في الشاشه ديال رسم التذبذب ليس لها شكل شبه منحرف، وانما كتكون بهذا الشكل هذا. بمعنى دابا انت اللي غتعقل عليه هو انه فاش كيكون عندك الاشاره المحصله بهذا الشكل هذا، معناه عندنا تضمين غير جيد. صافي، وهذا بطبيعه الحال قلنا تيكون في الحاله ديال يو زيرو اصغر من يو اس ماكس، يعني فاش كتكون ام اكبر قطعا من واحد. هذا ايضا منين جبناه باش نربطوه مع المنحنى الاخر، غادي نرجعوا لهذا المنحنى اللي كان عندنا في الحاله ديال التضمين غير جيد. هذاك ايضا بحال خدينا هذا المقطع، شوفوا معايا هنا، غنحاول في الحق نبدل اللون باش يبان يعني مزيان. مثلا غادي ناخذ هذا اللون، دونك بحال خدينا هذا المقطع هذا، وهنا غادي ناخذ المقطع بهذا الشكل هذا. صافي، اذا في النظام اكس ايغريك كيعطينا هذا الشكل اللي كتلاحظوا، بحال يعني جوج المثلثات متلاقين بالراس في النقطه هذه، وبالتالي ما كنحصلش على شبه منحرف. اذا غادي نعقلوا على ان المنحنيات كتعطيني فكره على جوده التضمين وحتى الشروط حنا فهمناهم. الان غادي نناقشوا التاثير ديال الترددات اف بي واف اس. كنذكر بان اف بي
هو تردد التوتر او بي اللي هو تلعب الدور ديال الاشاره الحامله، واف اس هو تردد التوتر او اس اللي هو كيلعب الدور ديال الاشاره المضمنه او الاشاره اللي حنا بغينا نرسلوها. مزيان، شرحنا لكم في البدايه ديال الدرس بان المشكل الاصل ديالو شنو هو. هو ان هاد او اس اللي هو تردد الاشاره اللي حنا بغينا نرسلوها، المشكل الاساسي اللي عندنا معاه هو انه عنده تردد صغير، يعني تردده اف اس تردد صغير. شنو بغينا نديرو حنا؟ بغينا نجيبو واحد الاشاره تكون حامله هي اللي غتحمل لنا هاد او اس، وهاد الاشاره الحامله جبناها على اساس ترددها اف بي خصو يكون كبير جدا مقارنه مع اف اس. اذا هاد الشرط اساسي خصو يتحقق ليا، يعني خص هذاك التردد اف بي خصو يكون اكبر بكثير من اف اس باش تكون هاد عمليه التضمين عمليه، يعني تعطيني تضمين ذو جوده جيده. وهذا الشيء اللي غادي نقراوه في هذا الشيء اللي مكتوب الان. دونك عندما يكون تردد الحامله اف بي قريبا من تردد الاشاره المضمنه اف اس تكون جوده التضمين غير جيده. يعني فاش يكون هاد اف بي مهم القيمه ديالو قريبه شويه من هاد اف اس، ما كاينش بيناتهم شي فرق كبير، فمن طبيعه الحال ما غتكونش التضمين عنده جوده جيده. لماذا؟ لان احنا اصلا شنو الغرض اللي خلانا استعملنا هاد او بي اللي هي الاشاره الحامله؟ احنا ما استعملناها الا ليكون ترددها اكبر بكثير من اف اس، يعني الا ما كانش اكبر بكثير دونك هي بدون فائده، ما غتعطينيش تضمين بجوده جيده. اذا هادشي اللي مكتوب هنا تيقول لنا اذا كان تردد ديال الاشاره الحامله ترددها اذا كان قريب من تردد الاشاره المضمنه اف اس تكون جوده التضمين غير جيده. اذا ما هو الحل لتحسين جوده هذا التضمين؟ الحل طبعا الحل هو نحقق هذا الشرط، هذا هو نستعمل اشاره حامله يكون ترددها اكبر بكثير من اف اس. وهنا كملاحظه، لما تنقول اف بي يكون اكبر بكثير من اف اس معناه ان اف بي خصها تكون اكبر من او يساوي 10 ديال المرات اف اس. وباش نعطيكم هنا واحد المثال يكون شويه ملموس، واخا نحيد هذه الامور هذه، يعني مثلا في شي تمرين لقيتي اف بي كتساوي مثلا 500 كيلو هرتز، اف اس خصك تلقاها مثلا في حدود 30 كيلو هرتز. لاحظ معايا باش تاكد، شد هاد 30 ضربها في 10 شنو غادي تعطيك؟ غتعطيك 300 كيلو هرتز. وكنلاحظوا بان اف بي راه هي 500 اللي هي اكبر من 300. اذا في هذه الحاله هذه راه عندنا اف بي اكبر من او يساوي 10 اف اس. اذا في هذه الحاله كنعتبروا بان الشرط محقق، يعني اف بي اكبر بكثير من اف اس. دونك عقلوا على المساله، لان في التطبيق العددي في شي تمرين غادي تحتاجوا هذه المساله تكونوا عارفينها باش تشوفوا هل الشرط محقق ام لا. طيب مزيان، اذا من بعد ما شفنا هذه الامور وناقشناها غادي نمروا الى اضافه واحد السؤال اللي ممكن نصادفوه في التمرين، وهو سؤال مهم في الحقيقه. في هذا السؤال هذا غنطرقوا الى طيف توتر مضمن بواسطه توتر جيبي باش تفهموا يعني شنو مقصود بهذا الامر. غادي نمشيو نقراو يعني السؤال المكتوب. في السؤال قالوا لنا عفوا بين انه عندما يكون التوتر المضمن او اس دو تي، يعني الاشاره التي يجب ارسالها عندما تكون اشاره جيبيه، في هذه الحاله هذه المطلوب منا نبين بان التوتر المضمن يعني او ام دو تي يكون عباره عن مجموع ثلاث توترات تردداتها على التوالي اف بي زائد اف اس واف بي واف بي ناقص اف اس. بمعنى طلبوا مني دابا في هذه الحاله لما تيكون عندي او اس دو تي توتر جي بي، يعني لما يكون تعبيره هو او اس ماكس في الكوس ديال جوج بي في اف اس في تي، في هذه الحاله هذه طلبوا مني نبين بان التوتر المضمن او ام دو تي كيتكتب على شكل تعبير مثلا ا في الكوسينوس ديال جوج بي عامل اف بي زائد اف اس في تي زائد، يعني هذا بوحدو تعبير يمثل توتر تردده اف بي زائد اف اس، زائد واحد التعبير بي في الكوسينوس ديال جوج بي مضروبه في اف بي مضروبه في الزمن تي، وهذا ايضا تعبير ديال توتر تردده اف بي
زائد واحد تعبير سي مضروب في الكوسينوس ديال جوج بي عامل ل اف بي ناقص اف اس في تي، وهذا ايضا تعبير ديال شي توتر تردده اف بي ناقص اف اس. يعني طلبوا مني نبين بان هاد يو ام هي المجموع ديال ثلاثة التوترات، كل واحد فيهم لاحظوا التردد ديالو، هذا تردده هو التعبير، وهذا تردده اف بي، وهذا تردده اف بي ناقص اف اس. مزيان، اذا باش نجاوب على هذا الشيء هذا غادي نرجع للسطر وغادي نقول لدينا، ونرجع للتعبير اللي عندي على يو ام دو تي. اذا لدينا كما بينا في البدايه يو ام دو تي كتساوي لنا ك مضروبه يو بي دو تي مضروبه يو اس دو تي زائد يو زيرو، داكشي الاول اللي تكلمنا عليه في هذيك الدارة المتكاملة المنجزة للجذاء. وغادي نبدا نعوض، اذا هنا عندي ك يو بي دو تي شفناها هي يو بي ماكس في الكوسينوس ديال جوج بي فو اف بي في تي، وهنا غادي نمسح معقوفات، عامل يو اس دو تي عندنا هي يو اس ماكس في الكوسينوس ديال جوج بي فو اف اس في تي زائد يو زيرو. مزيان، طيب اذا هنا غادي نقومو يعني بالنشر ديال هذا التعبير هذا، اذا غتجيني ك فوا يو بي ماكس في الكوسينوس ديال جوج بي فوا اف بي في تي مضروبة في يو اس ماكس في الكوسينوس ديال جوج بي فوا اف اس في تي، ثم زائد يو زيرو، عاوتاني غنضربو في هادشي، اذا غتولي ليا ك يو زيرو في يو بي ماكس في الكوسينوس ديال جوج بي فوا اف بي فوا تي. كتلاحظوا واحد من هذوك التوترات اللي خصنا نوصل ليهم هو هذا، ها هو تردده اف بي كما كتبت لكم هنا، يعني لقيت هذا دابا صافي. اذا شنو بقى لي؟ بقى لي تعبير هذا وهذا، يعني خصني جوج ديال التعابير فيهم كوسينوس وتكون بيناتهم زائد، بينما انا عندي الان جوج ديال التعابير فيهم كوسينوس ياك، ولكن المشكل هو عندي بيناتهم الضرب، وهما طلبوا لي نلقى مجموع ديال ثلاثه التوترات، وهذا ليس مجموع هذا ضرب. اذا ما هو الحل في هذه الحاله هذه؟ الحل هو غادي نتابع لهذا الامر هذا. دونك لاحظوا حيت عندي الضرب غادي نجيب هذا يو اس ماكس، هنا غندير ك فوا يو بي ماكس فوا يو اس ماكس في الكوسينوس ديال جوج بي اف بي في تي فوا الكوسينوس ديال جوج بي فوا اف اس في تي، ثم زائد ك يو زيرو يو بي ماكس كوسينوس ديال جوج بي فوا اف بي في تي. هذا كما قلت لكم تحل مع المشكل. هنا خصني ننتبه الى علاقات عندنا في الدرس ديال الحساب المثلثي، يعني كنعرفوا بان كوس ا مضروبه في كوس بي تساوي، كتعطينا واحد على جوج عامل كوس ا زائد بي زائد كوس ا ناقص بي، وبالتالي هذه العلاقه كتمكنني من تحويل جداء جوج ديال التعابير فيهم الكوسينوس الى مجموع جوج ديال التعابير فيهم الكوسينوس، وهذاك المجموع هو اللي محتاج انا في هذه العمليه هذه. غير بين قوسين باش نذكركم بهذه العلاقه وتلقاو لها طريقه باش تعقلوا عليها، كتعرفوا حيت اللي كيحفظوا التلاميذ اكثر هما هادو، كوس ا زائد بي هي كوس ا كوس بي ناقص سينوس ا في سينوس بي، وكوس ا ناقص بي حيت كاين اللي كيكون حافظ هادو بسهوله كتساوي كوس ا كوس بي، وكنقلبوا هاد الاشاره كتولي زائد سينوس ا سينوس بي. انت دابا الا كنتي حافظ هادو بجوج دير المجموع طرف بطرف، اذا لاحظ معايا غنبدا بهادو، هاد التعبير زائد هاد التعبير، هذا مع هذا غيتختازلو، وهنا غتلقى كوس ا كوس بي زائد كوس ا كوس بي، يعني جوج المرات، يعني غتعطيك جوج في كوس ا في كوس بي تساوي المجموع ديال هادو، يعني كوسينوس ديال ا زائد بي زائد كوسينوس ديال ا ناقص بي، ثم اقسم على هاد جوج، راه هي ديك واحد على جوج اللي عندك هنا صافي. المهم نخلي هاد الشيء هذا، نرجع نكمل الحساب ديالي. اذا الا طبقت العلاقه على هاد الشيء هذا غيولي عندي دابا يو ام دو تي يساوي ك فوا يو بي ماكس و يو اس ماكس عامل واحد على جوج، في الحقيقه خاصني نخرجها هنا، دونك نخرجها برا هنا كاع، حيت العلاقه هاد الجدا ديال الكوسينوس غيعطيني واحد على جوج عامل في الكوسينوس، اذا واحد على جوج انا خرجتها هنا، هنا غيعطيني الكوسينوس ديال ا زائد بي، يعني هاد الشيء للوسط زائد هاد الشيء للوسط، انا غنكتب معكم هنا، يعني جوج بي
و اف بي في تي، وغادي نزيد عليها جوج بي فوا اف اس في تي. هنا عندنا عامل مشترك اللي هو جوج بي في تي، عامل غتبقى لي هنا اف بي زائد اف اس. نقدر هاد تي نحطها هي الاخرى، وبالتالي غنكتبها بهذا الشكل، غنكتب جوج بي عامل لي اف بي زائد اف اس مضروب في الزمن تي، وهذا الشيء اللي غادي نلقاه وسط الكوسينوس الاول. اذا ها هي جوج بي عامل لي اف بي زائد اف اس في الزمن تي زائد الكوسينوس الثاني، غندير فيه نفس التعبير غير هو دابا غيكون ناقص. الا كان ناقص درت نفس التعبير، هنا غتكون اف بي ناقص اف اس. اذا غتكون لي جوج بي عامل لي اف بي ناقص اف اس في الزمن تي، نسدو هذا القوس الكبير، ثم زائد هذاك التوتر الثالث اللي عندنا نكتبو هنا تحت. اذا زائد ك فوا يو زيرو فوا يو بي ماكس في الكوسينوس ندير جوج بي فوا اف بي فوا زمن تي. المرحله الاخيره اللي بقات لي دابا هو نشر هذا التعبير الثالث. اذا غيجينا هذا التعبير مضروب في الكوسينوس زائد هذا التعبير مضروب في هذا الكوسينوس زائد هذا التعبير هذا عندي مضروب في هذا الكوسينوس، اذا عندي مجموع ثلاث توترات، الاول فيهم تردده اف بي زائد اف اس، الثاني تردده اف بي ناقص اف اس، والثالث تردده اف بي. وبهذا الشكل غادي نكون جاوبت على السؤال. دونك غادي نحاول نرجع للصفحه الاخرى ونكمل التعبير، واخا محاولش نعقل عليه، المهم نحاول. اذا لقينا او ام دو تي تساوي ك على جوج، ان هنا او بي ماكس فوا او اس ماكس كوسينوس ديال جوج بي عامل اف بي زائد اف اس تي، زائد نفس التعبير ك على جوج فوا او بي ماكس فوا او اس ماكس الكوسينوس ديال جوج بي عامل هاد المرة اف بي ناقص اف اس تي، زائد التعبير الاخير اللي كان عندنا. نرجع نشوف، لقينا ك فوا اي زيرو فوا اي بي ماكس. اذا ك فوا اي زيرو فوا اي بي ماكس في الكوسينوس ديال جوج بي فوا اف بي في تي. وبهذا الشكل كما قلت لكم غنكون جاوبنا على السؤال. غير هي كاين واحد الملاحظه، يقدروا يطلبوا منك هاد الشيء هذا وتلقاه بدلاله هذيك ا و ام. الا طلبوا منك بدلاله ا و ام غادي ترجع لك التعبير في البدايه وغادي ديرها، وغادي دير او ام دو تي لقيناه كيساوي ا عامل لي ام في الكوسينوس ديال جوج بي فوا اف اس في تي زائد واحد مضروب في الكوسينوس ديال جوج بي فوا اف بي في تي. هاد العلاقه اللي كنا درنا عليها قبل تقدر تنطلق منها ودير نفس العمليه، تنشر وتخدم صافي. وغير هي بهاد يعني لو خدمتي بهذا التعبير هذا غتكون شويه مختصره، ما عرفتش تكتب هذيك ك فوا اي بي ماكس فوا اس، غتكون يعني الامور شويه مختصره. لكن على كل حال اللي كيهمني انا هو طريقه الاجابه على هذا السؤال هذا، وخاصه خاصه هو الانتباه اولا الى العلاقه ديال ان كوس ا في كوس بي نقدروا نحولوها على شكل مجموع جوج ديال التعابير فيهم كوسينوس. والامر الثاني واللي هو مهم الحقيقه اكثر من الاول هو انك تفهم بعد السؤال، حيت بزاف ديال التلاميذ لما كيقراو هذا السؤال فاش يقولوا لهم بين ان التوتر او ام اللي هو التوتر المضمن يكتب على شكل مجموع ثلاث توترات، كاين اللي كيوقف ما كيعرفش اصلا فين خصو يوصل. الامر اللي وضحته لكم الان خصنا نلقاو بان هذاك التوتر او ام دو تي هو مجموع ديال ثلاثه التعابير كيتكتبوا على شكل واحد الكونستانت مثلا ا مضروبه في الكوسينوس، وهنا تبان لك داك التردد المطلوب صافي، زائد عاوتاني شي عدد بي مضروب في واحد الكوسينوس اخر، اي عدد ثابت مضروب في كوسينوس راه كيعطيك توتر. وبهذا الشكل تنكونوا جاوبنا على السؤال.